للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من غزة السيد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد برحب بحضرتك، وما هو الوضع الميداني لديك الآن في قطاع غزة مع استمرار الاشتباكات ورفض إسرائيل لهدنة في الجنوب حتى يمكن إدخال المساعدات عن طريق معبر رفح البري؟ صباح الخير وشكرا جزيلا. يعني هناك تصعيد إسرائيلي مكثف خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، هناك كما ذكرتم العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، وأيضا عدد كبير من المنازل التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي، وأيضا الوضع الإنساني في تدهور مستمر في ظل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، بشكل خاص لدى من فقد بيته، وأيضا لمن لجأ لمراكز الإيواء ومن اضطر للخروج من مدينة غزة وشمالها باتجاه المناطق الجنوبية، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في محاولات تهجير المواطنين الفلسطينيين وتعميق الأزمة الإنسانية بظل قطع إمدادات الكهرباء والمياه، وفي ذات الوقت الغذاء والمستلزمات الطبية. الطواقم الطبية تعمل في ظل ظروف معقدة وصعبة، أولا في ظل التهديدات الإسرائيلية لإخلاء المستشفيات، وثانيا عمليات الاستهداف المباشر لأطقم الإسعاف والدفاع المدني، وفجر اليوم كان هناك عدد من الشهداء من طواقم الدفاع المدني، كذلك النقص كبير في المستلزمات الطبية في ظل ازدياد عدد الجرحى الكبير وعدم القدرة على التعامل معه. هناك أيضا أسر موجودة في قطاع غزة لم تستطع الخروج من بيوتها بسبب وجود مرضى أو أشخاص ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من الخروج، وأيضا في ظل أن هناك مراكز إيواء بها كثافة كبيرة جدا في مدينة غزة وشمالها لم تستطع الخروج. الخدمات في هذه المراكز تكاد تكون معدومة، عدم توفر مياه الشرب، ويمكن ربما الأمم المتحدة ذكرت هذا اليوم أنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون على المياه الملوثة في ظل عدم قدرة محطات التحلية على العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أيضا الوصول للمواد الغذائية هو بالغ الصعوبة، مطاحن القمح والمخابز تعمل ببطاقة ضعيفة جدا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر غاز الطهي. الأمور تتجه باتجاه المزيد من التدهور على الصعيد الإنساني في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول أبسط الاحتياجات، وبصفتها قوة احتلال هناك مسؤوليات قانونية على الاحتلال وفق الاتفاقية جنيف الرابعة، أولا بفتح ممرات آمنة للناس للمواطنين للمدنيين، وكذلك المساعدات الإنسانية. ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة، جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، التي يجب أن تقوم المجتمع الدولي بالعمل باتجاه أولا وقفها، والعمل باتجاه محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم. نعم. طيب سيد أمجد، نتحدث عن تدهور الوضع بشكل واضح جدا خلال الساعات الماضية، وأيضا الوضع مرجح لأن يكون هناك انفجار بشكل واضح للأوضاع، ويمكن كان زيارة للسيد بلينكين وزير الخارجية الأمريكي لمصر وجولة في عدد من دول المنطقة، يمكن كان ليه تصريحات استمعنا إليها منذ قليل أن هو يعود إلى إسرائيل لمحاولة اقناع الجانب الاسرائيلي بفتح ممرات عن طريق معبر رفح البري لدخول المساعدات، وايضا يعني في المقابل نسمح ايضا بمرور الاجانب، لكن بعد ان تمر المساعدات، الحقيقه كانت ورقه مهمه جدا يتم الضغط بها لادخال المساعدات الى غزه. بوجهه نظرك، هل ستنجح هذه الخطوه لادخال المساعدات لتخفيف الضغط قليلا على الاشقاء في فلسطين؟ يعني سؤال جدا مهم. اولا نحن مطلبنا الرئيس بوقف العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين والعيان الفلسطيني. ثانيا فتح الممرات الانسانيه. ولا يمكن استبدال فتح الممرات الانسانيه على اهميتها القصوى، وبخاصه في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. الاحتلال الاسرائيلي واضح انه يستهدف كل ابناء شعبنا الفلسطيني من خلال منع وجود اي ممرات امنه. حتى من خرج من غزة وشمالها إلى الجنوب كان هناك استهداف واضح للعمارات والبنايات التي تضيف من لجأ إليها من سكان قطاع من مدينة غزة وشمالها، وكان هناك عديد من الشهداء في سواء في رفح في دير البلح في قنيون. فبالتالي لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من كل أي شيء يتم التوصل إليه. نحن نقدر الجهود المصرية عاليا فيما يتعلق
وقف هذا العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح ممرات إنسانية، وهذه الجهود التي تبذل على كل المستويات في مصر الشقيقة له منا كل التقدير والاحترام، وهذا ليس غريبا على مصر التي دائما لجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. المطلوب من بلينكين أن يعمل باتجاه وقف هذا العدوان وعدم إعطاء ضوء أخضر لاستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. الممرات الإنسانية يجب أن تفتح، لأنه هذا واجب ومسؤولية على الأطراف الدولية أن تعمل باتجاهه، وأيضا مسؤولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي عدم فتح هذه الممرات هو أحد الفظائع التي ترتكبها الاحتلال ويستمر في ارتكابها. اليوم مئات الآلاف يحتاجون إلى مياه الشرب، يحتاجون للغذاء، يحتاجون إلى كل مستلزمات الحياة، لأنهم تركوا كل شيء خلفهم للجوء إلى هذه المراكز. نعم. اليوم الأمم المتحدة مطالبة أن تقوم بأن تكثف جهودها وتتحمل مسؤولياتها باتجاه هؤلاء المدنيين الذين لجأوا إلى مراكزها. هذه المراكز تحمل العلم الأزرق، علم الأمم المتحدة. وبالتالي هذه مسؤولية كاملة على الأمم المتحدة باتجاه توفير الحماية وتوفير ايضا الاحتياجات والخدمات. صحيح صحيح. وسيد امجد، ان هي اشبه طبعا بعقاب جماعي للشعب الفلسطيني الاعزل على ما قام به البعض، لكن الحقيقه طبعا هذا يدل ان هناك تغول كبير جدا من اسرائيل على الاخوه في فلسطين، وهذا يدل ايضا على مدى الوحشيه التي تقوم بها اسرائيل تجاه فلسطين. نتمنى باذن الله ان تمر الامور بسلام وان يتم فتح ممرات امنه خلال الساعات القليله الماضيه، في ظل تكدس واضح للشاحنات على الحدود المصريه لدخولها الى الاشقاء في فلسطين. شكرا جزيلا للسيد امجد الشوى، مدير شبكات المنظمات الاهليه الفلسطينيه، شكرا جزيلا لك.